وكاتب لؤلؤ صاحب الموصل وابن صلايا متولي أربل أي متولي أربيل كاتب الخليفة سرا ينصحانه فما أفاد. إذن كاتبوه فما أفاد كما قال المغول أبله. هذا هو إمام التيمية وخليفة التيمية السلفي خليفة أبناء التيمية السلفي. يقول وأقبل هولاك في المغول والترك والكرج ومدد من ابن عمه بركة ومدد من عسكر لؤلؤ عليهم ابنه الملك الصالح فنزلوا بالجانب الغربي وأنشأوا عليهم سورة وقيل بل أتى هولاك البلد من الجانب الشرقي. لاحظ هنا فقط أيضا هذا التعليق لاحظ ماذا معهم المدد. يقول ومدد من ابن عمه بركة. أين أتوا إلى بغداد لحصار بغداد. مدد من ابن عمه بركة. تذكرون ما ذكرنا في البحوث السابقة ماذا قلنا وماذا طرحنا. تذكرون السنتين بين منع بركة ابن عمها هولاك للتحرك إلى بغداد ونحو بغداد وعندما مات تحرك هولاك. تذكرون هذه الأكذوبة هذه الأسطورة. قال حصلت جريمة وقعت جريمة ومجزرة على الشيعة فحنق ابن العلقمي فراسل هولاك فتحرك هولاك فاستوقفه ابن عمه بركة الذي صالح وصادق الخليفة فقال له إذا لم ترجع سأقاتلك. فرجع هولاك وبعد عامين عندما مات ابن عمه بركة تحرك هولاك نحو بغداد بعد سنتين. فسألنا هناك وقلنا أين السنتان. لاحظ هنا الذهبي يكذب تلك الأطروحة من منهج ابن تيمية وعلى منهج ابن تيمية. إذن يقول يوجد مدد من ابن عم بركة أتى معه هولاك لحصار بغداد ولإسقاط بغداد والخلافة والخليفة. فأين السنتان وأين موت بركة وبعده تحرك هولاك نحو بغداد. أكاذيب في أكاذيب. لاحظ كل من يأتي في باله يجلس كما الآن يجلس أهل السياسة أهل الإعلام المرتزقة المرتزقة ما يسمى بالمحللين ما يسمى بالأخصائيين الأساتذة الدكاترة البروفيسورية العباقرة الخبراء كما الآن يجلسون ويدلسون كل منهم يأتي بخزعبلة بروزخونية ميلا إلى أموال هذا أو واجهة هذا أو التزلف لذاك أو لتأمين معيشة أو إقامة أو وجود أو حياة لخوف من هذا أو خوف من ذاك لدافع طائفي أو قومي أو إثني أو قبلي أو مناطقي وهكذا. كل منهم يأتي بقصة من قصص العجائز وسالفة من سوالف العجائز ويسمى بالمحلل والخبير الاستراتيجي. وكما هو الآن في واقع الحال الآن في واقع الحال ليشير أحد الأشخاص إلى حاكم من حكام العالم إلى حكومة من حكومات العالم وأقصد الحكومات ذات الخصوصية والشأن والمدخلية والأقربية والعربية والإسلامية والمناطقية والإقليمية والدولية ما عدا مواقف محدودة نادرة من هذه الدولة ومن تلك الدولة من أجل المكسب والكسب السياسي وحصلت على المكاسب من المقابل فصارت العملية كما يراد لها من غزو للعراق. من من الدول اعترض من الدول أعرض ذلك ووقف في وجه الغزو الأمريكي الغربي للعراق من العمائم الإسلامية بكل الطوائف ماذا فعلت الشعوب للشعب العراقي ماذا فعلوا للحكومة العراقية السابقة التي كانت تقتطع من الشعب العراقي تقتطع الأموال تقتطع الغذاء وتعطي لباقي الشعوب وتعطي للحكومات وتعطي للأحزاب وتعطي للحركات والمنظمات. ماذا حصل؟ الكل تخلى عن العراق الكل تخلى عن الشعب العراقي. لكن الآن لاحظ عندما تريد أن تقرأ عندما تريد أن تحكي عندما تريد
أن تقول ما هو الرد، ما هو الكلام، ما هو التحليل، من هو السبب في احتلال العراق، في غزو العراق، في هلاك ودمار العراق، في دخول المحتلين إلى العراق؟ سيقال ابن العلقمي وانتهى الأمر، وكأنما باقي الدول وكل الدول قد أغلقت الحدود ولم تسمح لي قوات الاحتلال بالمرور من خلالها، لا القوات البرية ولا القوات البحرية ولا القوات الجوية، ولم يدعموا تلك الدول لا بالجنود ولا بالمعلومات الاستخباراتية ولا بالأموال. وبالرغم من أن هذه القضية واضحة الكذب والافتراء ومخالفة جدا للحقيقة وللواقع، ومع هذا يأتيك تحت عنوان المحلل الاستراتيجي والخبير الاستراتيجي ويؤلف سالفة عجائز، ويرجع القضية إلى ابن العلقمي، يرجع القضية إلى البعد التاريخي، إلى ابن سبا، إلى المجوس، إلى الصفويين، إلى أبناء العلاقم، إلى الرافضة. لاحظ، هل يوجد استخفاف بالعقل؟ وهل يوجد عقول فارغة أدنى من هذا المستوى؟ لا يوجد بكل تأكيد. إذن الحصار مقام على بغداد، المؤامرة تم على بغداد وخليفة بغداد، حكام العرب، الحكام المسلمون في صراع فيما بينهم، متحالفون مع المغول، متحالفون مع الفرنج. وبعد هذا عندما يسقط ويهان ويهدم البيت المقدس يقولون ابن العلقمي، وعندما تسقط بغداد وخلافة بغداد يقولون ابن العلقمي. أحداث القذة بالقذة، ما قيل هناك يقال هنا، عقول متحجرة هناك، عقول متحجرة هنا، خيانة هناك، خيانة هنا. يقول وأقبل هناك في المغول والترك والكرج ومدد من ابن عمي بركاه، لم يبقي شيئا، أتى بالتتار وبالترك وبالكرج وبالمسلمين، لؤلؤ وأصحاب لؤلؤ، أي بالكرد وبالعرب. الجميع قد اشترك في غزو بغداد، الجميع قد تعالف مع هلاكو في دخول بغداد. يقول ومدد من عسكر لولو عليهم ابنه الملك الصالح، فنزلوا بالجانب الغربي وأنشأوا عليهم سورة، وقيل بل أتى هلاك البلد من الجانب الشرقي، وقتل باجانوين نائب هلاكو. لاحظ من الذي قتله، لاحظ هذا هو سلوك هلاكو، هذا هو بطش هلاكو. يعني فقط أن تتصور من هذه الحادثة، هل تتوقع بأن ابن العلقمي اقترح الصلح بين هلاكو وبين الخليفة واتفقوا على النصر، وبعد ساعات ابن العلقمي يضحك على هلاكو ويسخر بهلاكو ويستخف بهلاكو ويقول له إذا تم هذا الصلح فسيتمكن الخليفة بعد ذلك فيجب قتل الخليفة؟ كيف يتجرأ؟ لاحظ، هذا نائب، وقتل باجونيين نائب هلاكو في المعركة، في أرض المعركة، في حال القتال قتله. لماذا؟ يقول اتهمه هلاكو بمكاتبة الخليفة. ما هو التفصيل؟ ما هي المكاتبة؟ ما هي صحة المكاتبة؟ مع هذا قتله. لاحظ، هذه هي شخصية هلاكو، هذا هو بطش وجبروت هلاكو. هل يقف أمامه ابن العلقمي ويقترح عليه؟ يا عقول فارغة،